ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سيف المصري بروبرتي كونسلتنت من شركه ريال سبيس. انا النهارده جاي اتكلم معاكم عن مشروع في الساحل الشمالي، تحديدا في منطقه راس الحكمه، لشركه من الشركات اللي اثبتت نفسها في الماركت الفتره اللي فاتت، هي شركه جدار ديفلوبمنتس. يعني سريعا هنتكلم عن شركه جدار ديفلوبمنتس، هي شركه في الماركت بقالنا من 2013 عم دخيل كونستراكشن في كذا مشروع من الحاجات الكبيره، كانت شركه كونستراكشن وتفرع منها الفرع بتاع جدار ديفلوبمنتس، بدات في التطوير العقاري، والنهارده عندنا مشروع في الساحل الشمالي اللي انا هتكلم معاكم عليه في الكيلو 187 في منطقه راس الحكمه. لو احنا عارفين الساحل الشمالي بشكل عام، فاحنا الاول بداناها بالساحل القديم او بيسموه الساحل الطيب، بعد كده كان لحد مارينا، بعد كده بعد المارينا بدا يبقى فيه الجزء بتاع سيدي عبد الرحمن اللي هو فيه مراسي وامواج، والجزء ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بيسموه الساحل الشرير، وبعد كده بدا يبقى فيه الامتداد الجديد او الاكستنشن الجديد اللي هو الجزء بتاع راس الحكمه وخليج راس الحكمه. بدات الفتره اللي فاتت كل البيج نيمز تدخل المنطقه دي بتاعت راس الحكمه، وهي منطقه واعده جدا لو انا بفكر في استثمار او انا بفكر كبحر، لان بحر كل ما بقرب من مرسى مطروح النهارده فالمايه بالنسبه لي بتكون احلى وانقى، ولونها كمان الازرق اللي فيها بيكون افتح كتير، فبتكون افضل بالنسبه لي كان انا صيف من ان انا اقرب من اسكندريه، يعني لون البحر بيكون افضل كل ما بروح ناحيه مرسى مطروح زي ما كلنا عارفين. طيب خليني اتكلم سبيسيفيك كده عن المشروع بتاعنا سريعا، مشروع سي فيو. تمام، المشروع ده احنا اطلقناه في 2018، النهارده ان انا عندي فيه استلام فوري اوبشن، والناس استلمت اوريدي وبدات صيف من السنه اللي فاتت. فانا النهارده شركه ككونستراكشن ببني بسرعه الصاروخ، سلمت الناس الوحدات بتاعتي، فدي بوينت بالنسبه لي النهارده ان انا في الماركت راجل عندي مصداقيه مع العملاء، فانا لو بدور احط فلوسي في حاجه امنه، بالذات كلنا عارفين الساحل الشمالي دايما بيبقى فيه ريسك شويه في ان انا المشروعات هتخلص مش هتخلص، انا النهارده كعميل قلقان على الفلوس اللي معايا، لا انا عديت الحته دي بشوط كبير قوي في مشروع سي فيو، لان اوريدي انا لما بنزل السايت النهارده بلاقي الناس بتصيف والمشروع شغال في المرحله الاولى اللي هي اتسلمت اوريدي، وانا عندي تو اوبشنز النهارده في مرحله في مشروع سي فيو، ان انا اقدر استلم فوري الشريط بتاعي من دلوقتي استلمه، وان انا عندي مرحله ثانيه ان انا اقدر استلم حاجه بعد 3 سنين، بس هي استلام 3 سنين بس انا النهارده عندي شغل في السايت من 10 الصبح ل 10 بالليل، لو انا عايز اروح السايت في اي وقت اشوف الكونستراكشن شغال ازاي، فالشغل شغال على قدم وساق زي ما بيقول. فانا عندي تو اوبشنز، اللي يفرق ما بين الاثنين بالنسبه لي النهارده هو ان انا في الاستلام الفوري هدفع مقدم كبير شويه ممكن يبقى 25% والباقي بوسطه على 4 سنين، لكن العرض اللي موجود النهارده عندي في المرحله الثانيه مش موجود خالص في الساحل الشمالي او في منطقه راس الحكمه بالتحديد، هو اوفر ان انا اقدر ادفع مقدم 10% واوسط الباقي على 10 سنين، ممتلك شاليه من اول التو بيدرومز لحد الفيلات اللي هي الصف الاول بنفس البيمنت بلان. فالنهارده بنتكلم عن مشروع عنده بيمنت بلان مميزه، عنده استلام فوري، عنده شغل في المرحله الجديده على قدم وساق كل يوم، فلو انا عايز احط فلوسي في استثمار او انا فلوسي في النهارده لا اطمن ان انا اقدر اشتري مع الناس دي، لان الناس دي الكلمه اللي بتتقال هي بتحصل على ارض الواقع وانا اقدر اشوفها بعيني حاليا. هتكلم عن المشروع سريعا كده، الفاسيلتيز اللي فيه او هو مكانه فين او ايه الفاسيلتيز الموجوده جوه. المشروع في كيلو 187 زي ما انا قلت، جنب ماونتن فيو وجنب جون صادق وجنب اطميه كوست وسيتي ستارز، فانا اوريدي في وسط بيج نيمز، يعني هي المنطقه دي زي ما انا قلت في الاول كلها بيج نيمز. طيب المشروع عباره عن 140 فدان من اول امتداد من البحر لحد الطريق الارض، الماستر بلان بتاعنا لو اقدر اعرضها على في صوره جنبي على الشاشه. المفروض ان عرض البحر قدام هو حوالي كيلو، بس انا عندي الجزء الساندي بيتش هو 600 متر، وعندي الجزء اللي على اليمين وعلى الشمال معمول زي كلاب هاوس معمول على الجزء الصخور، وعندي الناحيه الثانيه جزء برده معمول نيرسري ومعمول برايفت بيتش للسيدات، ودي بوينت مهمه جدا. طيب المشروع بتاعي عندي فاسيلتيز فيه، عندي جولف كور بتوديني لاي حته انا عايزها في الابلكيشن، بتجيلي مكان ما انا عايز من الشاليه بتاعي توديني اي مكان في القريه، عندي الكلاب هاوس زي ما قلت، عندي الاكتيفيتيز الموجوده، عندي كوميرشال اريا على الطريق. فانا النهارده عندي مشروع كامل متكامل، في استلامات فوري، في استلامات بعد 3 سنين لو انا عايز ادفع على بيمنت طويله، لو انا عايز اسوق من السنه دي فانا اقدر اروح اسوق من السنه دي واشتري استلام فوري. طيب في بوينت ثانيه مهمه جدا في المشروع ده، ان طبعا احنا عارفين ان في الساحل الشمالي بشتري الشاليه بتاعي متشطب، بس في العادي الطبيعي بشتري متشطب يعني التشطيب اللي هو يعني من الاخر يعني يلا بينا نشطب وخلاص، لا انا عندي في سي فيو بالذات واشهد الناس دي في الموضوع ده ان هم بيشطبوا التشطيب على اعلى مستوى، لدرجه حتى ان البيبان بتاعه الشاليهات معموله بيبان مصفحه بيبان تركي،
فالنهارده الشركه مركزه في كل ديتيل، في سواء في البناء، سواء في التشطيب، سواء في ان انا اسلم العميل في ميعاده، فالشركه محققه كل العوامل. فانا النهارده لو بفكر فعلا اشتري في منطقه الساحل الشمالي، فده انسب وقت وده انسب مشروع النهارده انا اقدر اتجه عليه. فلو عايزين مزيد من التفاصيل على الاسعار او بيمنت بلان ممكن نعمل فيها ايه بحيث اسهل عليكم خطه الدفع، تقدروا تكلموني في الرقم اللي انا هسيبه لكم على الشاشه من تحت. شكرا، كان معاكم سيف المصري.